تكدس سيارات الحمل عند مداخل العاصمة بغداد بسبب الإجراءات والروتين المتبع في أغلب السيطرات ومنافذ الدخول لهذه السيارات، وأغلب هذه الإجراءات هي سببها الكوادر العاملة الكوادر الحكومية العاملة في السيطرات من خلال التأخير دخول المركبات من أجل فرض أتاوات ومبالغ على سائقين مركبات. يجب أن يكون هنالك تفعيل للجهات والمؤسسات المعنية في عملية تنظيم إدارة السير، مع إمكانية وجود كثير من الساحات الكبيرة المنتظمة حتى يكون فيها انسيابية سهلة أمام الشاحنات. هذه المشكلة لازلنا نعاني منها بسبب يعني عدة أمور، من هذه الأمور البناء القديم للمواقع السيطرات أو البناء الغير نموذجي لتلك السيطرات، ومن ثم الخدمات التي تقدمها تلك السيطرات إلى أبنائها منتسبوها أو إلى حتى الركاب والناس عابرة الطريق هذا. أهلا بكم. ممنوع العبور قبل حلول المساء أو تمرير المقسوم. لافتات وضعت على مداخل العاصمة بغداد لا يبصرها إلا أصحاب الشاحنات. بضائع تكدست وبعضها تلفت، سوء التخزين، طول الطريق، ساعات الانتظار الطويلة، كلها أسباب ضربت التجارة عرض الحائط. شوارع العاصمة تئن وتون ومشاريع لا تسعف حركة السير ولا تسير بالتطور إلى الأمام. بوابات إلكترونية، هكذا كان الوعد، فماذا تحقق؟ زاد الروتين طين الزحام بلة، وما زاد الأزمة شوارع وساحات عامة تحت سطوة المتنفذين. لا ركون ولا سكون إلا بدفع المقابل. ما هو وجه الحق؟ لا نعلم ولا نخفيكم سرا، لم ندع أحدا إلا وسألناه، وكان الجواب ذاته. فهل تعلم الداخلية أم أنها مهام الأمانة، أم للنقل صلاحية في هذا الأمر؟ تواصلنا باثنين منهم ولم نجد استجابة، فعززناهم بثالث عبر الهاتف علنا نخرج بنتيجة. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم. سيكون معنا على الملف الأول الخبير الأمني الأستاذ صفاء الأعسم. مرحبا بحضرتك أستاذ صفاء. حياكم الله. وأهلا مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد الأستاذ عبد الله حسين. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك أستاذ صفاء. أبدأ مع حضرتك، شنو سالفة الشاحنات في مداخل العاصمة بغداد؟ طوابير طويلة، لما تيجي تمر على المداخل تشوف مئات، يمكن أكثر من مئات الشاحنات تنتظر لأيام، والمنظر غير لائق بمداخل العاصمة بغداد. شنو سر هذا التوقف لأيام عديدة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أستاذ محمد وعلى ضيفك ومشاهديك الكرام. يعني حقيقة هو الموضوع شائك، احنا ما يصير نذب اللوم على الدولة فقط، هنالك إجراءات رسمية. يعني احنا ما نريد نذب اللوم على جهة، احنا نريد اليوم نوصل نتيجة، أنه نريد يعني نستعرض الأسباب. يعني الإجراء الأول، الإجراء السليم، هو عدم دخول الشاحنات إلى بغداد إلا بعد ساعة معينة مساء. هذا إجراء سليم جدا، لأنه بغداد الكل يعرف إلى أنه نحن في زحمة كبيرة،
من الصعب جدا السيطرة على هذا الموضوع، وإذا دخلت الشاحنات أو اخترقت العاصمة بغداد خلال الدوام أو أوقات الدوام الرسمي أو في نهاية الدوام الرسمي طبعا راح تصير زحمة أكثر ويعيق حركة المرور. ممتاز. وحتى أكون أمين معك، هذه أكثر دول العالم تتعامل بهذه النقطة. ممتاز. هذه نقطة احنا يعني متفقين عليها. النقطة الأهم هو إلى أنه عدم أو الإهمال العالي هسه مع جل احترامنا وتقديرنا للطرق والجسور إلى أمانة بغداد إلى وزارة البلديات الأعمار، يعني إهمال شديد واضح جدا منذ عام 2003 وإلى أو من قبل من النظام السابق كان هنالك إجراءات مشددة لغاية الآن، يعني حقيقة فشل بالإجراءات كثير، هذه سلبية تسجل. زائدا هنالك جهات، أني يعني قبل ما أوصلك للقاء تكلمت مع أكثر من شخص يعني أصحاب اللوريات يعني اللي هم عندهم شركات نقل، يعني اللي افتهمته إلى أنه يعني النقطة المنتسب اللي واقف بالنقطة، يعني آخر منتسب قال لي قبل شهر كنت أتكلم وياه قال دفعت 15 مليون دينار عراقي حتى ينسبوني لهاي النقطة. تدري منتسب هو كاتل الهمري منتسب 15 مليون يدفع حتى نعم حتى يوقف هنا أنا. هو زين هو هذا حتى يطلع ال 15 مليون ين على الوالدين أبو اللوري لو لا، يعني هو بعدين تجي على أهل اللوريات من شرح لي قال لي إحنا كروتنا أرباحنا يعني بعد أن طلع المصاريف السيارة والعجلة والبنشر والدهن عدد لي فد نقاط كثيرة قالت يصفاننا بحدود 150 ألف، يحلف يقول إحنا نوزع على الطريق على طول الطريق بين 60 و70 ألف دينار، يقول شي يبقى من الكروة بس من لا شارة، يعني أنت ما ينطي ما راح يعبر. ليش ما يعبر؟ ها هو شنو هو مسوين فد سرة طويل بحيث تبقى أنت يومين ثلاثة بالطريق، أكو منفذ مسوين هذه دحشي لك على سيطرة شمال بغداد زين مسوين منفذ لعبور سيارات، فلينطي قبل أو اللي يخرج أو اللي يدفع ينطي رشوة يخترق يطب، يعني يختصر لفد يوم يومين بالطريق يختصر لفد يوم. تدري أكو ناس تدور هذا الموضوع على مود 10,000 أو 15,000 دينار أو 5,000 دينار. طيب إحنا نتكلم على سيطرات من الإقليم نزولا إلى بغداد، تدري إيش قد أكو سيطرات؟ يعني إحنا منين نبديها؟ نبديها من الإقليم، نبديها من كركوك، من صلاح الدين، وزع كروتة وفوقها زايد بالضبط. يعني هسه لا لا نقول فوقها زايد بس هي هالشكل صارت. يعني إذا إحنا هسه من دا نحكي يعني خلل، الخلل في بالجانب الأمني والخلل في ساحات الوقوف. هسه توجيهات دولة رئيس الوزراء والاهتمام العالي بهذا الموضوع بأنه تهيئة ساحات كاملة، نعم راح تتهيئ ساحات وفعلا تشتغل، يعني وزارة الإعمار تشتغل بشكل كبير جدا وهنالك نهضة بهذا الموضوع وسريع جدا، يعني معالي الوزير بنقين يعني كلش متابع هذا الموضوع يوميا. ولكن راح نرجع لنفس النقطة إلى أنه إن لم يكن هنالك أمان ويعني شرف المهنة العسكرية، إن لم تكن راح نبقى إحنا محسوبية ويبقى هذا يدفع وهذا ما يدفع. أنا وحضرتك اتفقنا على نقطة أنه الشاحنات تمر بالليل وهذا شيء إيجابي بسبب الزحام الموجود في العاصمة بغداد، وهذا الكل متفقين عليه. زين بعض سواق الشاحنات يقولون لا أكو سيارات تعبر بالنهار، إحنا واقفين أكو سيارات تعبر بالنهار. اللي يعبر رسمياً اللي يعبر بالنهار هذا اللي هي العجلات اللي إذا تزود المواد للدولة. يعني هسه عجلات الآن يعني تواصلت ويا الأخ اللي مسؤول عن شاحنات الغاز وال النفط والنفط الأسود كثير من التفاصيل والبنزين، قال إحنا نطلع بأي وقت إن كان لأنه أكو التزامات عندنا بمحافظات أخرى يجب أن نزودها، وفي حالة تأخيرها لمدة ساعات تتوقف هاي المحافظة عن التجهيز للمواطنين بالبنزين مثلا أو بالغاز. هذه يعني هذه امرجنسي، هاي حالات طارئه فقط للسيارات الحكوميه او الحكوميه او الارزاق او الحصه التموينيه او 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 كثير كثير من التفاصيل جي. وانما النقل الخاص طبعا يعني هذا يبقى يلتزم بهذا الخط. تبقى وجود السيطره، هسه احنا نحكي امنيا اكثر انا وياك شويه، يعني وجود السيطره هي من الجانب الامني، ماكو تفتيش امني حقيقي. يعني صح هذه المناطق الحدودية نعم يعني إذا تفتش وإذا تلقي يعني أكو مواد تالفة، أكو أغذية تالفة، أكو مواد ممنوع دخولها، ولكن أنا أتكلم على العاصمة بغداد. هسه إحنا إذا أريد نحكي العاصمة بغداد يفرق عن ما نحكي
نتكلم على مداخل العراق أو النقاط التفتيش اللي هي خارج العراق أو النقاط الحدودية أو إدخال عجلات من برا، ولكن داخل بغداد يعني حقيقة يجب أن يكون هنالك استخدام أجهزة متطورة بهذا الموضوع حتى نتجاوز موضوع السؤال والاحتكاك مع المنتسب بشكل مباشر. تدري يصير شد بهذا الموضوع يعني. وهذه التفاصيل هواية أرجع لك بي أستاذ حسين، أجدد الترحيب بحضرتك. تفاءلنا بمداخل ذكية إلكترونية متطورة للعاصمة بغداد، لكن لليوم ما شفنا أي شيء ملموس على أرض الواقع. تجي المداخل بغداد تشوف سيارة كبيرة شاحنة، السيارة الصغيرة الكل داخل شي بشي، والازدحام واصل ديش الصفحة. شنو أبرز الأسباب برأيك؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. طبعا صدفة أنه إحنا اليوم كنا الصبح قاعدين في اجتماع كبير جدا فيما يخص موضوع السيطرات الإلكترونية والمداخل وسيارات الحمل. اليوم صباحا كنا عندنا لجنة مشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء برئاسة أحد الأخوة في مكتب رئيس الوزراء دكتور وسام، وعضوية الوكالات الأمنية جميعها. كل المشاكل اللي طرحتها حضرتك في مقدمة البرنامج ولسات طرحها هي مو خفية علينا، وإحنا دا نشتغل عليها. بس أنت من تجي تأسس نظام يحتاج تدرسه من كل جوانبه. يعني الحكومة مضت في موضوع ساحات التبادل، وساحة التبادل في مدخل بغداد الموصل بدل إنشاء بيها. طبعا هاي أحد مشاريع شركة النقل البري إلى وزارة النقل. أريد أتوقف عند هاي الجزئية، أنه الأمور هذه مو خفية عليكم، اللي تحدثنا بيها من ضمنها قالك طريق خاص. بس اسمح لي هذه الأمور مو خفية على الحكومة أستاذ العزيز. الطرق النيسمية كلها مسيطر عليها حاليا. يعني أنا ما أريد يعني أدخل بجدال أنه أفند معلومة معينة، بس أنا هذا الموضوع مطلع عليه وأعرف كل تفاصيله. ماكو طرق تقدر تعبر بدون سيطرات، كلها مسيطر عليها. ماكو طريق نيسمي بدون سيطرة من لا الحكومة. لا ما تحدثنا عن نيسمي، ما قلنا عن القصد. طرق رسمية ولا خفية بنفس السيطرات. ماكو خفية. اسمح لي، احنا حاليا عندنا مشروع إنشاء سيطرات ذكية. يمكن سمعت البيان قبل تقريبا أسبوعين من باشر نبي، واليوم كنا اجتماع في هذه السيطرات الذكية. هاي السيطرات الذكية تعمل بالكاميرات بنسبة 90%. ممتاز. بعد لا أكو شخص يقدر يأخذ رشوة، ولا أكو سيارة تقدر تعبر. أكو منظومة كاميرات راح ترتبط في منظومة كاميرات أمن بغداد اللي هي حاليا موجودة في محافظة بغداد بالطابق الثاني، وتدار من وكالة الاستخبارات والتحقيقات، اسمه مركز المراقبة والسيطرة الإلكترونية. كل السيطرات الموجودة حاليا ما بها كاميرات؟ ماكو سيطرات تابعة بالمنظومة، مربوطة بالمنظومة. إحنا هسه شرعنا، زودنا كل مداخل بغداد بهذه الكاميرات الذكية. هاي الكاميرات الذكية شنو؟ بليت نمبر تقرأ رقم السيارة، تتبع للسيارات، فيس ديتكشن، تتعرف على الوجه. كل مداخل بغداد والطرق الرئيسية اللي تؤهل صار توجيه من السيد المحافظ أستاذ عبد المطلب العلوي. نعم. أنه تضمن كل مشاريع الطرق، لأن هي من مستلزمات التأثيث صراحة. نعم. الكاميرات في كل دول العالم من مستلزمات التأثيث. صح. إحنا نعتبرها فقط أمنية، هي مو أمنية، هي أمنية خدمية. أنا شلون أحافظ على الطريق، أمنع التجاوزات على الطريق، أحمي الطريق بواسطة منظومة الكاميرات الذكية. هاي المنظومة راح تكون بها لينك لمديرية طرق وجسور محافظة بغداد. نعم. والسيرفر الرئيسي هو لدى مركز المراقبة والسيطرة الإلكترونية. هاي منظومة الكاميرات إحنا من نريد نشتغل شيء، هي خطوة تكمل خطوة. أنت ما تقدر في يوم يعني بيوم وليلة يكون فيكون. إحنا بدينا هسه زودنا الطرق الرئيسية في منظومة الكاميرات، وبلشنا هسه نشتغل بها بالنصب مالتها بعد ما مكملين النصب. زين. هاي منظومة الكاميرات ذكية جدا، طبعا سيطرتها هاي، وكل وكالة أمنية راح يكون عندها لينك أيضا ما عدا السيرفر الرئيسي. ماكو بعد هاي السيطرات الذكية الجديدة راح نشتغلها، تعتمد طبعا على يعني منظومة إلكترونية. اليوم كنا في مؤتمر وجتنا شركات أجنبية اليوم عرضت لنا، لأن احنا نشوف تصاميم، نشوف رؤية، وعلى أساس ننضج الرؤية والتصاميم مالتنا. اختصرنا من طول السيطرة، من عرض السيطرة، من ممرات التفتيش، الاحتمال انه العجلات الكبيره راح تدخل في ساحات التبادل ما تدخل بالسيطرات الرئيسيه، هم هذا موضوع دي يدرس عندنا. هاي يعني راح يقلل الفساد بنسبه 100%. قد يحتاج لوقت حتى يتم احنا بدنا نشتغل، ما اقدر اعطيك وقت، بس احنا بدنا نشتغل ليل مع النهار. عندنا توجيهات من السيد المحافظ يعتبر اولويه اولى هي موضوع انجاز السيطرات الذكيه، لان هذا الموضوع راح يخفف الكثير من الاعباء على المواطنين. حتى لا تزعل من عندي، لكن كل الحكومات، كل الادارات، الكل احنا نشتغل ونعمل ونتوصل للتنفيذ. احنا نتكلم على حكومه اليوم. انت لا تحاسبني على حكومات سابقه، انت حاسبني على الحكومه اللي انا هسه حاليا بيها. احنا نتكلم على حكومه اليوم، على توجيهات اليوم، على
رئاسة الوزراء اليوم، على السيد المحافظ اليوم، احنا هاي الجهات كلها جادة في تقديم الخدمات، والخدمات ملموسة حاليا على ارض الواقع. احنا مو مجرد انه دا نقول دا نشرع بالخدمات، لا، ملموسة. مثلا محطة تبادل، اي اي، حكومة اليوم تجاوزت السنة، سنة مو كافية انه تكمل مداخل بغداد مداخل بغداد الخدمات. بالمناسبة مدخل بغداد الموصل نسبة الانجاز عبرت 45-46%، يعني طبقة الكونكريت كملت في مسار الدخول بالكامل، طبقة الإكساء الرابطة 20 كيلومتر دخول وخروج، راح نشرع بالطبقة الرابطة. احنا دا نتكلم على مشاريع كبيرة استراتيجية مبالغها. خلينا نتحدث بأسباب المشكلة الموجودة، شنو اللي يجعل سائق الشاحنة اليوم يبقى بالسيطرة 3 أيام إلى 4 أيام؟ يعني صراحة يعني أتوقع أكون مبالغة بموضوع 3 أيام و4 أيام، يعني أتوقع أكون مبالغة، أكو مبالغة جدا كبيرة بالموضوع. يعني 3 و4 أيام، ما يعني وين دا يدخل يعني دولة ثانية دا يدخل، ما مو منطقي الموضوع 3 و4 أيام. أنت عندك أجهزة الرابس كان تحكي حضرتك أستاذنا الكريم، اليوم أنا كنت أتكلم ويا شركة شحن، يعني كان عنده سائق قال اليوم الثالث. يعني ليس كل ما يقال هو صحيح من السواق، ممكن يكون مو 4 أيام بس، هو هسه بقيت يومين هي هوايه، ولا حتى يومين. انا هسه احكي لك البارحه صار زخم في سيطره الصقور بالليل، واليوم انطرح بالاجتماع الامني. نصبت محطه الوزن وباشرت من يوم الجمعه في طريق بغداد الموصل محطه وزن، اول محطه وزن تنصب حاليا واشتغلت، بدت تفرض الغرامات. زين. طبعا هاي كانت من اولويات المحافظ سيد المحافظ اول يوم استلم، من اهم الامور اللي كان المفروض المحافظ من زمان توصل. قبل ما يستلم، استلم يوم الاحد، هو يوم السبت زار مدخل بغداد الموصل، زار محطه الوزن، اول شيء اجى عليه قال احنا ماكو فايده نصرف على الطرق ونبدي ونعمر الطرق، وانا ما عندي محطه وزن تحاسب على الحمولات، كل المبالغ اللي راح تنصرف هي تعتبر صحيح، ما لها قيمه وتهدر. فكان اول توجهات للسيد المحافظ هو موضوع المحطه الوزنيه، عندنا نحافظ على الطريق. شو الفائده اني اقعد ابني وعمر واسوي طرق بمواصفات سريعه عالميه وانا عندي الشاحنات دا تعبر الحمولات؟ اي، وبالتالي سنه واحده ما يطول الشارع يدوس. انفرضت باشرت التشغيل الفعلي يوم الجمعه الفاتت، بدات تنفرض غرامات من 5 ملايين لـ22 مليون. الشارع يدوس، هذا خلل غير موضوع، يعني خلل بالماده. نعم. ابدا ابدا، هسه احكي لك. كل السيطرات شارع تصعد وتنزل، انا راكب تاهو اصعد وانزل. استاذ العزيز انا ما قاطعت جنابك، اذا تسمح لي اكمل واخذ وقتي، لان انا صاحب الاختصاص. تفضل. انا مهندس طرق وجسور اصلا، مو بس مدير الطرق، انا تخصصي هندسه طرق وجسور. هسه الشارع السيطرات بدون زحمه يعني عليك، خلي اكمل للاستاذ وبعدين ارجع لجنابك. فمحطه الوزن من اشتغلت يوم الجمعه بدأت تفرض غرامات كبيرة جدا، لأن احنا سواق الحمولات تعلموا عدم الالتزام بالقوانين مع الأسف. يعني ليش؟ لأن ماكو تطبيق للقانون. هو شلون يلتزم بالقانون؟ من يطبق القانون؟ بدأ يطبق القانون من يوم الجمعة، بدأت تفرض غرامات كبيرة جدا، وهي هاي بموجب القانون وعالميا هاي الغرامات، يعني مو احنا مجتهدين بهذا، قانون قديم. والله خطوة ممتازة جدا وفي محلها. أصير أنا اليوم سائق، خليني أبقى مكان السائق، يقول لك أنا إذا بالطريق اجيب بضاعه من كردستان لهنا اذا اطول بها 15-20 يوم، تريدني طبعا غصبا علي اروح ازيد على الحموله، وبالتالي حتى اطلع لي ارباح وقوت عائلتي. طبعا السيارات اللي تدخل كردستان وتطلع من كردستان كلها على الميزان محمله موازين محوريه وتنفحص بها. من يدخل داخل، يعني خلينا نقول خارج سلطه اقليم كردستان، يبدون 3 سيارات ينقلوها بسياره واحده. من اجل شنو؟ فرق لك، يقلل. زين. يقلل فلوس النقل للتاجر، وهاي طبعا يعني موضوع يعني المواطن يتحمله. زين. ليش؟ لان انت دا تخرب الطريق، انت دا تخرب الطريق ودا تغني التاجر، او شو التاجر دا يفرق له فلوس النقل ودا يخرب منظومه الطرق الوطنيه اللي هاي بفلوس الشعب، هاي المواطن دا يخسر هاي الفلوس. فالمهم سبب الزخم دا يحكي عليه الاستاذ، سووا سيارات، قامت سيارات ما تدخل على مدخل بغداد الموصل من اشتغلت محطه الوزن، قاموا يسلكون طريق باتجاه سيطرة الصقور بالأنبار، بحيث اليوم قاعد مدير سيطرات الكرخ يقول لي 5000 سيارة دخلت لي جايتني من التاجي، تخيل تروح للفلوجة حتى ما يمر بسيطرة، حتى ما يمر على محطة الوزن. طبعا مع أنه محطة الوزن راح تصير في كل مداخل بغداد وفي كل الطرق، وإضافة لذلك راح تصير كاميرات ذكية، يعني مو بس محطة الوزن. أخاف أبو محطة الوزن تعبر منه سيارة ما محملة، لأن يعني كل شيء جائز، كل شيء جاهز، السيارة ممكن محملة وما موزونة، أكو خطأ عبرت بطريقة أو بأخرى، أكو كاميرات وسنسرات تدقق إذا سيارات الحمل راح تدخل ذكية من ضمن منظومة كاميرات ذكية. إحنا نشرع على تأسيس منظومة كاميرات ذكية، هاي راح توفر أمان 100% لبغداد وكل العراق، هاي كل العالم يعمل بهاي الطريقة، إنه ماكو نهاية سائبة. سيارة من تسوي مشكلة، من تسوي جريمة، ما ممكن تختفي، تقدر تعرف طلعت من هالبيت
دخلت بهذا البيت، هي هاي منظومة الكاميرات، كاميرا تسلم لكاميرا، كاميرا تسلم لكاميرا، مسار كامل يطلع لك. احنا كل الطرق راح تؤثث الرئيسية بهذه الكاميرات وشرعنا بها بحسب المواصفات الفنية العالمية اللي تعدها وزارة الداخلية مركز مراقبة السيطرة الإلكترونية. جيد استاذ صفا، اعود لحضرتك. اليوم سائق الشاحنة يقول لك انا حاضر، تريد التزم بالتعليمات، احمل حمولة وفق القانون، لكن بالنهاية انا هم اريد من عندك، اريد منك اعبر بساعة ساعتين، اريد سيطرة ذكية، اريد كاميرات تحميني، تحمي جيبي. زين، السيطرات الموجودة ما بها كاميرات؟ الكاميرات شلون راح تقدر تحد من الفساد بنسبة 100%؟ فساد من يا ناحية استاذ محمد انت تتكلم، احنا نتكلم على موضوع يعني باكثر من خط للفساد، فاذا نتكلم على فساد المؤسسه الامنيه الواقفه الثانيه، اتكلم على الفساد اللي يصير بالمداخل العاصمه، يعني الشرطي اذا ما يريد او المنتسب اذا ما يريد هاي العجله الطب ما الطب لو الدنيا تنقلب، شنو احنا نجي يعني نجي نجامل واحد للاخ لو نجي يعني بيا قانون مطلوب؟ ليش هي مزاجيات على مزاج المنتسب؟ هو اذا اي خلاف، هو اذا ما دفع المقسوم ما يطب، شنو يعني شنو اذا نجامل احد؟ لو احنا ولد الواقع يعني اخواني، قضيت عمري بدي المؤسسه العسكريه يعني 35 سنه انا ضابط، يعني لن جامل بهذا الموضوع. منتسبين اللي واقفين، انا نقلت لك صوره، قلت لك واحد منهم دافع 15 مليون، هذا ما يطلع اذا ما يطلع ضعفه، لو انا غلطان ولا شنو؟ خمو لو ايش يدفع؟ هذه مصدر رزق، صارت مصدر رزق كبير، وهذه تقسم مبالغ، واني مسؤول عن هالكلام، ما اقبل اي شخص يقول لي لا هذا الكلام ما يصير، لا يصير وموجود وبكل سيطره، واتحدى الان انا اتكلم امام مواطنين، اتحدى لو اريد طب اذا ما ينطي فلوس، اتحدى. هاي شنو؟ احنا لو نحكي صدق، لو نجامل، لو نحكي نتكلم صح. الجهات تجي للنقطه الثانيه، وين الجهات اللي تحاسب؟ وين اللجان؟ وين؟ طبعا ما في شك، هذا شوف احنا يعني اني اتكلم من ضمن المؤسسه ومن ضمن العمل، وميال الى عمل، واكثر من مره تحدثنا الى انه حكومه دوله رئيس الوزراء السيد السوداني هي يعني الحكومه الوحيده اللي جاءت حتى تغير كثير من الواقع. انا دا اتكلم واقع، التغيير طبعا قادم، وانا دا اقول لك، دا اتكلم لك، دا اقول لك دوله رئيس الوزراء يتابع شخصيا باشراف يومي، هسه ما اريد اقول غير شيء، بس يباوع على شاشات في موضوع السيطرة الخارجية، يعني سيطرات بغداد الشمالية والجنوبية، هذا متابع، وخاصة الشمالية أنا أتكلم، أكو تركيز على السيطرة بشكل كبير، لأنه الازدحام آني من الناس هسه، مو هالعيد، مو هذا العيد، العيد الفات أنا كنت بأربيل، رجعت آني وآني شخصياً، آني شخصياً واقف بالسيطرة أكثر من 4 ساعات آني، صح صح، اللهم أشهد علي. يعني قبل فتره جيت من العصر انا واقف الى ان ظلمت الدنيا، واذن وصلينا بالطريق واحنا واقفين بالسيطره، ما ندري ليش، ما نعرف ليش، بس ازدحام مذبحه. اي والمشكله المدخل، السيارات الكبيره والصغيره بنفس المدخل، هذه عالجت لك اياها هذا الموضوع، يعني قلت لك السيطرات عفوا العجلات الكبيره، عجلات الحمل، الشاحنات ما تدخل الا اللي بالليل حتى تخفف الزحمه. نعم، اجراءات سريعه، اجراءات كثيره، يعني حكيت لك باللقاء يعني بالبدايه، اريد اقاطعك، البعض يقول اكو متنفذين ربما لهم تاثير على خلق هذه الزحامات او التاخير، حتى بالتالي هناك يكون احتكار للبضائع، تلف للبضائع حتى تصرف بضاعتهم داخلها، يثار هكذا حديث؟ يعني انا متاكد ايش قد ما نكون احنا دقيقين في هذا الموضوع راح تعبر كثير من الامور، انا متاكد يعني طبعا، يعني ابتداء من نتكلم من النقل البحري ودخوله الى الفاو، وصولا عفوا الى ميناء البصره، وصولا الى بغداد، طبعا يعني اكو ناس عبرت كثير من المواد، علما تم مسك كثير من المواد، ولا خلي نكون واضحين. نعم. ونتكلم بشكل اكثر دقه، هسه احنا ما نتكلم على سيطره بس بغداد، يعني المواد المخدره شلون تطلب العراق؟ شلون تدخل؟ شلون توصل؟ بدنا نحكي على ارقام، يعني قبل اسبوعين لزموا 4.5 مليون حبة كريستال، 4.5 مليون
شلون توصل؟ في غير طبعا يعني غير رشا وغير واسطات وغير فلوس وغير ترتيب وغير حيتان اكو كبيره لها اليد الطوله يا بس في تغيير حتى تغيير امر السيطره. هسه اللي كان هذا بالفترات السابقه اليوم استاذ حسين يقول لك عندنا كاميرات متطوره جدا نعم. راح تقلل نسبه الفساد 0%. انت ما تقلل العنصر البشري، انت ما تقلل العنصر البشري، دخل التكنولوجيا انت راح تقضي على الفساد. انا مع استاذ حسين، نعم يعني حق صحيح الكاميرات راح تدخل، احنا سبق وان اشتغلنا بهاي المنظومه، ترى بالجو الامريكان بال 2003 ل 2006 و7 و8 كان هذا العمل موجود ولكن ما حقق النتائج المرجوه. نعم هو الكاميرات راح تكون موجوده والحواسيب سيستم مركزي واحد، سيستم مركزي واحد كل الوكالات هذا كل اليوم اللي اخر يقول لك هو طريقه التفتيش بالسيطرات، اذا كل سياره تحتاج 5 دقائق 10 حتى الطريقه راح تتغير. احنا اليوم كنا ندرسها طريقه إيه؟ راح تغير. حتى اكو مقترح، العفو استاذ العزيز تقوله صح اي، حتى اكو مقترح يعني اليوم احنا دندرسه، يعني ممكن انه التفتيش العجلات الكبيره يكون بس بالمنافذ الرئيسيه الحدوديه. وانت ليش تفتش؟ ممكن انت إن عندك ليزر، عندك اجهزه، عندك سكانرات. لا العفو راح تجاوزنا هذا الموضوع. هو يعني راب سكان. خارج لا العفو يعني. السيارات الكبار هي ما بيها تفتيش يدوي، فقط راب سكان كله بس احنا نطمح كله. احنا دندرس حتى امكانيه تقليل الراب سكان وتخالف. لا العفو استاذ حسين، اكو تفتيش يدوي، انا بعيني قبل يمكن اسبوعين شوف السياره والله قالبين البضاعه مالته مخضر وهاي بالقاع كلها منزلها. المنتسب مني يعني هذا تقديره الامني، لازم اكو ساحه للتفتيش اليدوي سواء للسيارات الصغيره المتوسطه الكبيره، من يشك بيها تفتيش السيارة الصغيرة تفتح صندوق تفتح شكمته في كل دول العالم. تحدث لك عن شاحنة مليانة في كل دول العالم لازم أكو تفتيش يدوي من أنت تشوف في عجلة معينة من يجي، لأن أنت عندك مثلا سونار الرابس كان عندك زيت بي في، من يشوف أكو فد إشكال بكثافات المواد يشك المنتسب بيها. هذا بالعكس إحنا نشد على إيده اللي يشتغل ويدقق ويحمي أهله. الحمد لله والشكر إحنا اليوم الوضع الأمني تحسن بنسبة كبيرة جدا، بس احنا هسه حاليا بدنا ناسس لسيطرات ذكيه راح تبقى منا يجوز 30 40 سنه. هاي المداخل الرئيسيه لبغداد، فدا نبسط اجراءاتها بشكل كبير، بدنا نقلل اجراءات، بدنا ندخل التكنولوجيا. احنا اليوم كانت مثلا احدى الشركات الكبيره جدا ما اريد اسميها قدمت لنا فد عرض فشي متطور مشتغله منظومه في ابو ظبي ودبي. نعم. راح ننقلها احنا هنا. فيعني انا اريد تكون متفائل لان احنا القادم افضل بهوايه. الحكومه حاليا تركيزها على تبسيط الاجراءات على معالجه المشاكل، حكاها الاستاذ بالضبط دوله رئيس الوزراء، يعني كل صغيره وكبيره يدقق بيها بنفسه ومطلع عليها بنفسه ويتابع تفاصيلها. فلا تتوقع كل هذه الجهود واضحه وحتى المواطن بالشارع العلاقي اليوم متابع وراضي انه اكو اي ملف رئيس الوزراء ما يتابعه. انا احكي لك هسه مثلا احنا كمحافظ بغداد متابع كل الملفات اللي هي ضمن مهامنا كمحافظه، يسالنا الصبح والظهر والعصر وبالليل وتالي الليل والفجر على فلان ملف فلان موضوع فلان. هسه قبل شويه يعني مستمر كل اقطاب الحكومه حاليا هي تريد تقدم الخدمات. احنا كمحافظه احكي لك احنا سيد المحافظه من الصبح للليل يسالنا ويحكي ويانا 24 ساعه على حاله يتابعها ويانا. فما عندنا نهايات سائبه، ما عندنا خلينا نقول انه توجيه ويروح، لا التوجيه يبدي ويكمل للاخير على مود ننفذه. احنا هوايه مشينا الفتره الاصعب اللي هي بدها تاسس هذا المنظومه. تدري التغيير انت من سيطره تقليديه الى قبل سيطره بدها تقلل من 26 وكاله. خلي اقول لك شغله، من 26 وكاله امنيه العفو طالع من موضوعنا كلش يعني السؤال بعدني من 26 لا العفو اعتذر دخلنا بتفاصيل خاصه بالمحافظه. من 26 وكاله الى اربع وكالات فقط بالسيطره حصيرة. كل المحافظين اللي جوا للعراق من 2003 اليوم نفس الكلام. انا قاعد هنا صار لي 14 سنه. احنا اليوم عندنا منجز على ارض الواقع. لا احنا عندنا منجز، كنا نمدح المكانات اللي لانه احنا قاعدين بيها ما لا اختلفنا، احنا نحكي واقع بدنا نعالج مشكله استاذ صفاء. يعني كل دول العالم تستورد بضاعه وتمر عليها شاحنات، هذه الدول شلون تتعامل مع الشاحنات حتى بالجانب الامني؟ يعني معقوله اليوم ماكو اجهزه تفتش الشاحنه او سكانر؟ استاذ محمد انا اقمت بتركيا سنه ونص، ملاحظ قبل سنه جيت أكثر من سنة من عودة السيد السوداني، ما شفت ازدحام أقسم بالله في كل الدول اللي مريت بيها، ما شفت ازدحام أكثر من 10 دقائق ربع ساعة باستثناء النقاط الحدودية بين بغداد وخارج بغداد وعمان أبدا. ليش؟ لأنه أكو سلسلة، هي تمشي بسلسلة، أكو سكانر، أكو أجهزة فحص، أكو متابعة معاملة، خلص امشي شاف الورقة مكتوبة ولمعلوماتك. أكو سيطرات كثيرة
مجرد ان تحط الباج مالتك اللي هو موجود بكل التفاصيل الخاصه بالكود نمبر مالتك اللي هو الباركود تحطه ويقرا كل شيء سليمه تطلع. بس اكو جزئيه اذا تسمح لي استاذ، هذه راح تصير عندنا على كلام الاستاذ موجوده وكارت ريدر انا نفسي على البطاقه الوطنيه. تمام. لا لا انا اتكلم على الباركود الخاص بالحمل. لا ها احنا بدنا نحكي على الشخصي. لا لا الحمل هاي محطات التبادل راح تصير انه تنقفوا الكود وكذا. اليوم ضفنا الموضوع التفتيش الامني وتاخيره اللي يمتد لثلاث ايام، موضوع محطه الوزن، يعني انت منها تفتش ومنها وزن، وهذا اذا عنده وزن زايد وبالتالي التاخير راح يزداد. كم محطه وزن وضعتوا بالسيطره؟ احنا حاليا محطه واحده اشتغلت. زين واحده تشوفها كافيه لعدد السيارات؟ مو ان المحافظه هي لوزاره الاعمار والاسكان نصبت محطه بموجب القانون، هي صلاحيه اتحاديه ويديرها دائره الطرق والجسور ومديريه المرور العامه قسم الاوزان المحوريه. كل مدخل هو تكون بمحطه، هاي المحطه بها خمس موازين سبع موازين، هسه مثلا منصوبه يمكن خمس موازين في مدخل التاجي، اقصد محطه يعني كمنشئ المحطه مو ميزان واحد. هو انا اسالك هذه كافيه لاعداد السيارات اللي تدخل العاصمه بغداد؟ ايش قد تطول؟ ثلاث ثواني الوزن. جيد. ثلاث ثواني يعني ايش قد يطول ويستلم الوصل مالته؟ ثلاث ثواني على الميزان وراه يستلم الوصل، اذا ما يعني اذا ما عنده مخالفه يستلم الوصل يدفع الرسم ويدخل، اذا عنده مخالفه يستلم الوصل ياخذ ضابط المرور الى محطه ساحه الحجز يفرغ الحموله الزايده يرجع يوزن مره ثانيه ويدخل لبغداد ويتغرم. طبعا طبعا المخالف شو تسوي له يعني؟ ما تقول له روح لازم صفى ابو علي راح يصير بها باب هذا الحجي فوق الساعه ساعه شنو؟ ساعه اذا ركض ضبط المرور يعني شو يسوي اذا مخالف شو تقول له؟ اي اذا فايش راح يسوي؟ راح ينطي 10,000 15,000 دينار يقول له اطلع. ما ممكن. ليش؟ لان اكو كاميرا راح تحاسبه، اكو كاميرا منظومه موجوده عندي وكل الوكالات. ما معقوله طول هاي السنوات ما عندك كاميرا مربوطه بالمداخل؟ ما عندنا كاميرات مركزيه، هاي الكاميرا شوف كل سيطره بها كاميرات، كل مدخل به كاميرات، بس هاي مثلا للجهه المعينه داخل السيطره كذا، احنا بدنا نحكي على منظومه كاميرات مركزيه حاليا. طبعا بدات تنصب، بس عندنا 300 كاميرا في بغداد نصبت، يعني بلشت الموضوع. كاميرا مركزيه مربوطه كل الكاميرات بسيرفر واحد وموزع لينكات لكل الوكالات، فانت احنا كلنا يعني جاوزنا على الوقت بعشر ثواني. نعم. يتاملون اصحاب الشاحنات انه تفرج هذا الموضوع يعبر قريبا ساعة جدا ساعتين. قريبا جدا راح يتعودون على يومين وثلاثه قريبا جدا ان شاء الله. زي. راح تكون سلاسه بالاجراءات، راح تكون سهوله بالتعامل، راح نشتغل بمعايير عالميه وراح ندخل التكنولوجيا ونقلل تدخل العنصر البشري بنسبه 80% ان شاء الله. 20% راح يبقى تدخل العنصر البشري، 80% تكنولوجيا بوابات الالكترونيه. ان شاء الله بعد شهر نفس المكان ونسولف بالخطوات اللي باذن الله. اكثر من شهر ان شاء الله، شهرين ثلاثه. لا 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 ست شهور. لا هسه ما نريدهم يكملوا، نريد نشوف تقدم. لا بس اكو حركه سريعه ان شاء الله. ان شاء الله. مدير مديريه الطرق والجسور في محافظه بغداد استاذ عبد الله حسين، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا لك. الخبير الامني استاذ صفاء الاحسن، شكرا جزيلا جنابك. شكرا لكم. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن سيطرة بعض المتنفذين على الشوارع والساحات العامة وتحويلها لجراجات شخصية، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. يشكو مواطنون من ازدياد ظاهرة الجراجات العشوائية في الأماكن التجارية وسط بغداد، حيث تتواجد عشرات المواقف العشوائية الغير نظامية التي ساهمت بتشويه الشوارع العامة وتحولت العديد من الأفرع إلى جراجات للسيارات تحت أنظار الجهة المسؤولة. هاي يعتبروها يعني شلون شقاوات بغداد قديما ياخذون خوات، فالأمانة هي المسؤولة. أمانة بغداد لا سموها أمانة، كان سموها خيانة. أمانة بغداد المفروض العاصمة تكون من العواصم اللي هي جيدة ونظيفة، وقراج هم تستفاد منها الدولة وهم يستفاد منها اللي يجي يخلي سيارته بأمان. الشارع يستغل المن للسابلة والسيارات، هو هذا الصحيح. فمن يجي واحد يوقف بباب مطعم، يجي واحد ياخذ من عنده، إذا احنا ماكو أمن، ماكو استقرار للإنسان. أي واحد يقدر يلزمنا مجموعة من الناس ويخليهم ياخذون خوات من العالم. والله هي هاي المال الجراجات بالدرابين يعني شيء مو صحيح، يعني حتى يخرب جمالية بغداد، يعني تطبق لك بدربونه وقال لك اعطيني هذا وصل اعطيني جراجيه 5,000، هو فرع يعني، تريد تشتري سجاير، تريد تنزل لك بمطعم، تجي خطار يطلع لك يقول لك جراجيه، يعني هذا الشيء ما يصير. يعني امانه بغداد وينها؟ الحكومه وينها؟
انتشرت وكبرت ومستمرة بالانتشار ظاهرة التجاوز التي يلجأ لها المواطن بسبب غياب المحاسبة القانونية بحق المخالفين من محل تجارية ومطاعم ومولات التي تستخدم تلك الساحات ملك شخصيا لهم حسب اعتقادهم. أصحاب المحلات يعني هو عنده محل متوفر يقدر يعرض به غراضه أو البضاعة مالته، فما يحتاج إنه يطلع بضاعته خارج المحل. أما الجانب الثاني إنه هم أصحاب البساط اللي هم بالشورج أو غير مناطق، والله أنا أشوف يعني هو يعني لو ما الحاجة دفعته إنه يفتح بالصيف، فأنا لو يتم توفير مكان مخصص لهم من خلالهم إنه يفتحون به، وأيضا إنه يدفعون إيجار يعني حال اللي هو هسه جاي يدفعه. إنه هي صح هي صورة غير حضارية، تنقل صورة غير إيجابية، خصوصا إحنا العراق يعتبر أو هو تمتد حضارته إلى 7000 سنة، فهاي المنظر غير لطيف، خصوصا إنه العراق هسه أصبح قبلة ل سواح أجانب وأيضا عرب. شوارع ودرابين تتحول لجراجات غير مرخصة في العاصمة بغداد بالشكل الذي بات يشوه المعالم الحضارية والسياحية للمدينة وسط مطالبات لمحاسبة تلك الجهات المتنفذة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الباحثة في الشأن السياسي والاجتماعي سهاد الشماري. مرحبا بجنابك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سهاد. ظاهرة منتشرة في شوارع العاصمة بغداد، يمكن بأي مكان تحديدا، خلينا نقول إذا نتحدث عن الحارثية وشارع فلسطين، يمكن الكثير من سكان هذه المنطقة يجوا صايرة بيهم، إذا يطبق باب بيته يجي واحد يقول له اعطيني 3000 جراجية. ليش وقت نبقى نشوف هذه الظاهرة؟ شنو أسباب هذه الظاهرة وانتشارها من قبل متنفذين ما حد يقدر يحكي وياه؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. هاي أولا. طبعا احنا نتكلم عن هذه الظاهرة اللي يعني احنا شخصيا كمواطنين متدمرين من عندها. هسه بالتأكيد صايرة وياك هاي الحالة. اي اكيد صايرة، ما استغربت من التقرير. فلهذا انه هي جزء، يعني هي جزء واضح من ملفات فساد، لان تعتبر انت اليوم هو الرصيف ملك للعامة. يعني اليوم المواطن حتى أصحاب المحلات ترى هم عندهم تجاوزات طبعًا على الأرصفة. اليوم المواطن يحير وين يمشي، يمشي على الرصيف، يمشي بالشارع، فإنه يعني استهلاك حقوق المواطن من قبل بعض الأشخاص. نأتي على تفاصيل الجراجية. اليوم ما حد يتجاوز على أي رصيف أو أي شارع إذا ما يكون مسنود من جهة معينة متنفذة في العراق. هو هذا الغريب. اليوم ممكن انسان عادي يجي يلزم له والله شارع من بدايته لنهايته، يقول هذا الشارع مالتي، اي واحد يطبق هنا ياخذ من عنده فلوس. على اي اساس ممكن هسه اي واحد من هنا يقدر يسوي هيك شيء؟ لا مستحيل مستحيل. اليوم المواطن العادي يعني عنده قوانين ويعرف انه الدوله راح تحاسبه. انت اليوم هسه يعني ابسط ظاهره صارت في بالفتره الاخيره انه المرور استحدث اللي ما يلبس حزام، اكو كاميرات بالشارع تاخذ صور وتغرمه. شفنا اغلب سواق بغداد، اي تاكسي نصعد وياه، اي سائق، الكل ملتزم، كلها ملتزمه. صحيح. لين هي صح. الناس تحب القانون، تطبق القانون حتى تتفادى الغرامات. ما يجيك شخص حتى اللي ما يحب القانون يخاف يدفع فلوسي راح يطبق القانون. بالتاكيد بالتاكيد سيارتك تطلع عليها غرامه، انت من تبيعها يعني مو هينه. فاليوم من نجي نتحدث عن تاجير ارصفه للمواطنين، عن استملاك ارصفه لجهات غير رسميه، بالتأكيد أنه إلها أشخاص أو جهات متنفذة تحميها. لأن أمانة بغداد من تنطي تصريح، تنطي تصريح المول، تنطي تصريح المستشفى، لكن ما تنطيك تصريح الشخوص يسيطروا لك على رقعة رصيف، على شوارع تجارية أو حكومية وسط بغداد ما لم يكن هناك إسناد ودعم من جهات متنفذة في الدولة. بالتالي هذا جزء من مشروع اللي جهزتها الحكومة لمكافحة الفساد. منو هاي الجهات اللي تدعمهم اليوم؟ إذا ندخل اليوم المنطقة الحارثية من بدايتها لنهايتها ماكو فرع ممكن تطبقين به اذا ما يجيش احد. زين، اكو جهات رقابيه، كل يوم جهات امنيه تتابع، وينهم وينهم عن هاي الناس اللي صار لهم سنوات بهذه المهنه ويوميه كل واحد يمكن يطلع له مليون دينار ويروح البيت. لا، هي ان تطبيق القانون موجود، لكن على الفقير، يعني الفقير راسا يطبق القانون بصوره واضحه، لكن من يجيك شخص مسنود بجهات
متنفذة في الدولة وجايب لك تصاريح وجايب لك أوراق رسمية أو غير رسمية، أنت اليوم يعني حتى الموظف بأمانة بغداد هم ما يقدر يتصرف إزاء هذه الجهات. فبالتالي احنا عندنا معادلة، معادلة قرار حكومي ومعادلة جهات متنفذة في القرارات الحكومية، هي هاي موجودة بالعراق والجميع يعرفها. اي شنو اكو جهة تقدر تأجر شارع الأحد؟ شارع عام هذا فرعي شارع؟ لا جهة متنفذة ومسنودة بالعراق ليش ما تقدر؟ ما انت تعرف المشهد شلون يصير يعني. ياخذ فرع مال ناس يأجره؟ اي اذا هو متنفذين شلون يأجره؟ يعني اليوم هسه انت تقدر تتجاوز فرعكم وتأجر الفرع اذا ما انت عندك احد مطيك الضوء الاخضر روح اجره. والله حتى اذا عندي احد هم ما اقدر اجر فرع شلون يعني. هي جزء من الفساد. يعني يوم الحكومه يجب ان تقف بصوره واضحه وحديه من هذه الافعال. زين يعني انا اسال سؤال ببالي، انه اصحاب المنازل اللي هم واقفين دول الاشخاص ببابهم ليش ما يرفضون هذا الموضوع؟ تعال انت يابا على اي اساس تطبق سيارات ببابي وتاخذ فلوس من الناس؟ انت تحشي لي عن انه احنا نتكلم بموضوع طبيعي. أنا قبل 3 سنوات هاي شوف عيني وأنا موجودة، إجا رجل مرور دا يحاسب شخص لامله كم سيارة حتى عبرية، يعني تعرف هاي المناطق اللي تروح البعيدة كان الجراج مسدود، أتوقع الجراج مال باب المعظم كان مسدود بإنشاء ترميم أو هالأمور هاي. فإجا رجل المرور دا يحاسب هذا الشخص يقول له أنت على أساس بمنطقة سكنية براس شارع واقف دا تحاول تجمع وتوقف سرة وتاخذ جباية من السيارات اللي توقف هو دا ينظم. تصور الشاجر ويا رجل المرور ويقول لنا ما من حقك تحاسبني، وصارت مشكلة كلش كبيرة وصلت يعني وصلت بتهديدات علنية بالشارع. فأنت تخيل شنو الموضوع اللي اليوم الدولة غاضة النظر عنه في الفترات السابقة. وهاي الجباية وين تروح؟ ليها خزينة اللي ياخذها الأخ هاي اللي خلف الستار بعد الله أعلم بيها. فبإنها دا أقول لك إنه أنا واقفة حادث هذا صار أمامي، فبالتالي الشعب أيضا جزء من مشكلة، لأن الشعب هو مثلا من يسكت. أنا اليوم في منطقة سكنية ويجي شخص يأجر الشارع، لا أروح أبلغ الأمانة وبلغ وزارة الداخلية وبلغ السيطرة القريبة المرابطة عليه أساس هو من المسؤول عن هاي؟ اليوم تواصلنا ويا الأمانة يقولون مو يمنا، تواصلنا ويا الداخلية يقولون مو يمنا. وبعد موضوع النقل على الخط خليني أسأل السيد ميثم إذا تسمحي لي. أرحب بحضرتك مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل الأستاذ ميثم الصافي، مرحبا بجنابك. الموضوع مو فقط بالشوارع، يعني أكو جراجات تابعة لوزارة النقل أيضا، نشوف سيارات واقفة ببابها. بالبداية خلينا نتحدث عن موضوع هذه الأفرع اللي يستغلها بعض ضعاف النفوس، يأخذون 3000 و4000 من كل سيارة تطبق، على يا أساس وبيا قانون وبيا شرع تصير هذه الأمور؟ تفضل. جزيلا لكم والجمهور قناتكم، طبعا يحدث عن هذا الموضوع وتحت التواصل يحدث عن هذا الموضوع. بالتاكيد انه وزاره النقل هي الجهه القطاعيه المسؤوله عن تنظيم عمل التيارات من جانب شركه عمل خط القطار، وعندنا دراجات معروفه ومعرفه جديده يعني عبر الكترونيه، وكذلك مؤمنه من خلال الكاميرات وعده اجراءات. الساعات اللي يتم استئجارها يتم استئجارها من وزاره النقل، يتم استئجارها من امانه بغداد، وكذلك من بعض الجهات الاخرى اللي تعود على عائديه هذه الساعات، يتم استئجارها من خلال عقد او اتفاق بين الطرفين ينص على ان يكون هذه ساعات لوقوف العجلات، بعدين يتم استخدامها دراجات وتصير حركه السيارات فيها. كان لوزارة النقل عدة إجراءات بهذا الموضوع من خلال مخاطبات سواء بالحكومة المحلية حتى مو بس بغداد، أيضا بالمحافظات الموجودة في الحالة. فكان هناك إجراءات بوزارة النقل لإبلاغ تلك الجهات وكذلك إبلاغ تلك الساحات. هناك هنالك حملة من قبل وزارة النقل لإبلاغ بعض الساحات الموجودة بالقرب من الدراجات الرئيسية والمهمة. هذا الموضوع يتعلق بالجهات الماسكة للأرض وكذلك بالحكومة المحلية وإدارتها لهذه المواضيع. بالتأكيد من كثير من قبل الإدارة العراقي من هذه الحالة الغير حضارية. أستاذ ميثم، أكو شوارع وساحات عامة تحت سيطرة متنفذين يأخذون فلوس ويبتزون سواق السيارات الخاصة، دولي منو المسؤول عنهم؟ يعني أنا أتحدث لك أكو جراج حتى ملبسهم زي ما أعرف شبيه أو قريب من زي القوات الأمنية، موجود بمنطقة البياع تقدر تمر وتتأكد من عنده، مستغلة ساحة فارغة وملبسهم هيجي وما يخلي أي واحد لا يطبق بشارع عام يطبق إلا تدخل بهذا الجراج، هو صاير مقابل دائرة حكومية
الا تدخل بهذا الجراج تدفع فلوس يلا تروح تراجع الدائره. منو المسؤول عن متابعه هذا الموضوع؟ استاذ ميتم صوت مو واضح اذا تقدر شوي. انا صوت مو واضح ممكن الو سيد ميثم اذا نعم. ممكن يعني شويه تغير مكانك الصوت ما كان واضح. انا اسمع حضرتك انه وزاره الناقل هي قضيه مدنيه الاجراءات اللي يجب ان تحق المتجاوزين على المواطن خصوصا الجباهي وكذلك اخذ الاموال الاقليه هذا تتبناه فقط الامنيه وكذلك وزاره الداخليه وايضا المديريه العامه بالاضافه الى الحكومات المحليه بالتاكيد ان الاجراءات عن عدد من اللجان في الدول ويتحاول تدفع بالسيارات وكذلك بعض الجهات العامله على اغلاق إذا تسمح لي أستاذ ميثم إذا تسمح لي أنا أسأل منو الجهة المسؤولة المباشرة الأولى عن متابعة هذا الموضوع صار له 15-20 سنة واضح وما ممكن نعم. يمكن أي عراقي يمر بهذا الموقف عشرات المرات خلال هذه السنوات إيه إذا ليش ماكو معالجات حتى اليوم؟ بالتأكيد مجموعة مؤسسات كل مؤسسه يعني بعلاج هذا الموضوع انا كجهه خصائيه والله كامنيه تابعه للداخليه والصحه العامه انا شفت المخالفين لعلاج هذه الاجراءات الامنيه الحكوميه فهذه الاجراءات المحليه التسويق او الرسوم يعني تكون هذه الجهات يتعاطون بها في المظاهر المحليه موضوع ايضا بدا يزعج المواطن العراقي كان لدينا عدد من المراسلات مع الحكومات المحليه وايضا مع الجهات القطاعيه الاخرى وكان هنالك اتجاه في بعض الحالات نعم نتوقع ان يكون هنالك اتجاه اكبر من قبل القوات الامنيه ويعني جيد مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا لحضرتك سؤال يعني شنو ممكن نعتبر هذه العملية اليوم ما ممكن حتى إذا تختلفين معهم تقدرين تخلين السيارة وتأمنين عليها ممكن يخربوها يشخطوها يضربوها كل شيء يسوي لها شنو نقدر نوصف هذه العملية اللي مارسوها ضعاف النفوس صار شوفي قلت لك هي واضح انه جزء من الفساد اللي موجود المستشري بكافه مفاصل الدوله لانه انت اليوم ما معقوله انه جهه غير حكوميه تاتي وتسيطر على ارض هي تابعه للدوله من تعتبر اموال الدوله العامه وهي ملك للشعب اصلا ومن ثم تتحكم بها وتجعل منها ايرادات شخصيه نعم. لكن ضمن البرنامج الحكومي الحالي اللي وضعه الحكومه الحاليه هي متكفله بكافة أنه إزالة مظاهر الفساد وهي من مجملها أنه هناك من الممكن أن تكون في الوقت القريب القادم حملات لأجل دفع كافة التجاوزات ليس فقط هذا يعني عن الجراجات تجاوزات المحلات إيه أكو محلات ومطاعم يخلي كبوس بالباب فقط اللي يدخل يمه ويشتري من عنده يقدر يطبق وكأنه ما حتى شارع مشتري واليوم هناك حملة يعني سوف تقوم من قبل أمانة بغداد إذا هذه سابقة كانت هناك حملة سابقة أيضا لكن سوف تكمل في الأيام القادمة بحملة لإزالة كافة التجاوزات الموجودة في بغداد خصوصا بعد افتتاح المجسرات والوعي الحكومي الحاصل اليوم بالاهتمام بكافة المفاصل الحياتية نعم. للمواطن العراقي حتى في هذا يعني في هذا الموسم أو في هذه الفترة الأخيرة أمنت للمواطن الفقير ذات القوت اليومي سلة غذائية بكافة المواد الغذائية أمنت رواتب اجتماعية لأجل يعني حماية الطبقة الفقيرة نعم. لتفادي اليوم الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني هي تحاول حل مشكلة البنوك اللي عليها عقوبات من البنك الفيدرالي الأمريكي إزاء هذا الموضوع فهي الحكومة ذاهبة بمنحة بالنهوض بالواقع الاقتصادي للمواطن العراقي من الممكن أن يكون القادم أفضل إزاء هذه البوادر أو المعطيات المطروحة لكن التحديات يعني هناك كثيرة وكبيرة لأنه اليوم أنت تواجه يعني مشكلة متجذرة يعني قبل عقدين سابقين من الزمن لها أصول تجذرت في كافة المفاصل الدولة العراقية يعني الفساد يعني بتصريح من محلي وقادة عراقيين ومن ثم تصريح أممي أنه أصبح جائحة كما صرح السيد السوداني أو الفساد أصبح منظومة داخل المشهد السياسي العراقي بالتالي يجب القضاء على جميع مظاهر الفساد هي تبدأ بالتدريج من إزالة هذه المخالفات ومن ثم أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يتجاوز على
املاك الدوله او عقارات الدوله او حتى اليوم الارصفه التابعه للدوله، هاي كلها عقوبات يعني تكون رادعه لمن تسول لنفسه التلاعب بالاموال العامه. نعم، الباحث في الشان السياسي سهاد الشمري، شكرا جزيلا لجنابك. شكرا حضرتك. إذن مشاهدينا قبل لا ننتقل للموجز خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول التوغل التركي في شمال العراق، نتابع. إذن ختاما بموجز الأخبار. مجلس الوزراء يوافق على إعفاء وتدوير 7 مدراء عامين في وزارات وتشكيلات مختلفة. السوداني يوجه برفع مستوى الخدمات الصحية والإيوائية لنزلاء ومراكز الاحتجاز والسجون. رئاسة البرلمان تعلن بدء الفصل التشريعي الثاني وتدعو النواب لاستئناف الأعمال التشريعية والرقابية. وزير الإعمار والإسكان يعلن قبول جميع معاملات قروض صندوق الإسكان بعد توفير المبالغ المطلوبة. هيئة النزاهة تضبط مهندساً في مديرية التخطيط العمراني متلبساً بالرشوة في محافظة الأنبار. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكراً لكم وإلى اللقاء.